البيبي جلو هي واحد تقنية اللي دخلت لعالم التجميل اللي كتمثل بمثابة أننا كنديروا واحد الفون دو تان في الوجه ديالنا واللي كيبقى واحد المدة مستمرة، يعني ولو كنغسلوا الوجه ديالنا كتبقى فيه هذاك لو فون دو تان افان دونيفي لو تان وديمينيو ان بيتي بو لي طاش اللي كيكونوا في الوجه. هاد التقنية كيديروها كاع السيدات مسموحة لهم بدون مشاكل الا الناس اللي عندهم بزاف ديال البطور يعني الحبوب في الوجه ديالهم، من الاحسن انهم يتفاداوها باش ما تكونش واحد لانفلاماسيون من بعد ولا لا كونتاميناسيون ديال البطور اللي كتكون في الوجه. هاد لا تكنيك عندها دي برودوي سبيسيال اللي كنخدموا بهم، سي دي مارك ريكونو على انترناسيونال واللي موافق عليهم من وزاره الصحه العالميه، وكنخدموهم بواحد لو ستيلي اللي كيكون حتى هو سبيسيال، ان ستيلي الكتريك اللي كيكون عنده دي زيغوي كيتبدلوا يعني بور ليجين، تيكون شاك كليانت كيكون عندها لو ستيلي يعني ليغوي اللي كنخدموا ليها بها ابري كنرميوها ما كتعاودوش نستعملوها مره اخرى. المراحل ديال هذه التقنيه هو اننا منين كتجي السيده كنستقبلوها كنقوموا بواحد النيتواياج للوجه ديالها، كنديروا واحد المعاينه باش نشوفوا واش ما فيش شي جروح ولا يكونوا فيه بطور كما سبق وقلت. منين كيكون يعني لابو ديالها نيكيل كنطلع معنا لاصال كنيتوايو لها الوجه ديالها مزيان، وكنبداو في لا تكنيك هو اننا كنوزعوا لو برودوي على مناطق ديال الوجه وكنبداو الاشتغال ديالو. هو كيختلف من بشرة لبشرة، أقل يعني كيبقى من أسبوع حتى جوج الأسابيع. لا نهائيا، لأن هو أصلا الطريقة اللي كنشتغلوا بها هي طريقة ديال الضغط على لابو اللي كتخلي أن بحال كنديروا أن ترينين لابو ديالنا من ناحية أنها كتولي كتجري فيها الدورة الدموية مزيان، سي أون سوغ دو ماساج. هذا الشيء علاش كيديروا خصوصا كيستعملوا السيدات اللي كيبغيوش يبقاو يديروا بزاف في الميك اب تو لي جور أتو مومون دو لا جورني، يعني كيعطيها واحد لابون مين وان تان اونيفي. كتكون سيده حره يعني الا عجبتها لو برينسيپ ديال لو بيبي غلو يل بو لو ريبروندر ا تو مومون سون بروبليم. بالنسبه للاسمنه كلها على حسب لو برودوي اوتيليزي، على حسب ليغوي اي لو ستيلي اللي تستعمل اش من ماركه، على حسب الناس ثاني حيت كاين اللي كيكونوا دايرين تكوينات اللي كتكون غاليه دونك في الثمن، دونك حتى هما خص لامورتيسمون ديال لا فورماسيون، دونك كتبقى كتختلف من شخص لاخر. لا بالعكس، لان كيف ما قلت هذا سي اون تكنيك دو ماساج اللي كنديروها بالاستعمال ديال هذه الادوات هذه، بالعكس كتنشط لنا الدوره الدمويه وكتحفز ان لابو كتنتج لنا دلا كولاجين اي دلا سيدي غولونيك ايتترا، يعني بحال كننشطوها وكتولي كتشتغل اكثر كنحفزوها.